وأريد باسمي وباسم أهل العوامية وأهل القطيف عامة والأحساء أتقدم بالشكر لأهل البحرين. كنت أفكر شنو السبب اللي يخلي الأخوة في البحرين غير أنه شيخ شيعي يقوم بكل هذا الإحياء وكل هذه المراسم من أيام اعتقال الشيخ إلى الآن، شنو السبب؟ فاليوم قبل أن أجي أحد المشايخ رسل مقطع صوتي للشيخ وكان يدافع فيه عن الأعراض في البحرين، فعرفت أن أهل البحرين هم كذلك أهل وفاء، ومن وفائهم لسماحة الشيخ فقط أنه قام بما يجب عليه أن يقوم به، فلذلك هم ورفعوا الراية المطالبة بالشيخ في حياته ومواصلة إحياء ذكره بعد استشهاده، وهذا ليس غريب على أهلنا في البحرين.